السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مقرر General Microbiological Tests QLT 310 للمستوى الثالث والرابع English Quality Management Program تحت إشراف دكتورة أزهر عبد الفتاح السيد ودكتورة بسمة طلعت عبد الحليم. إن شاء الله يبقى معاكم دكتورة بسمة، وهنبتدي مع بعض في أول محاضرة بنتكلم عن Standard Operating Procedure. الـ SOP بيهتم برفض أو قبول العينات، بيهتم بالطرق المتبعة في تحقيق الـ SOP، بيهتم بالـ Control Procedures، بيهتم بالـ Quality Assurance اللي هو ضمان الجودة وطرق تطبيق ضمان الجودة، بيهتم بطرق التعقيم والتنظيف ومعايرة الأجهزة المستخدمة المختلفة في المعمل الميكروبيولوجي، بيهتم بتحضير البيئات والدلائل الريجنس، بيهتم وبيوصف طريقة استلام أو طريقة الهاندلينج الخاصة بالعينات وطريقة الهاندلينج أو التخلص من الأجزاء الملوثة أو العينات الملوثة، إزاي إن إحنا بنقدر نتخلص منها بطريقة آمنة وفي نفس الوقت ما تعمليش أي ضرر أو تعملي أي مشكلة في معمل الميكروبيولوجي اللي أنا شغال فيه، لأن الميكروبيولوجي طبعا أنتوا عارفين لازم يكون المعمل نظيف ومتعقم ولازم يكون في يعني درجة عالية جدا من النظافة وتحقيق الأمان فيه. الطرق المستخدمة في تحقيق الـ SOP Analytical Methods لازم تكون متبعة بطرق قياسية. الطرق القياسية دي في بعض الكوميشنز احنا بنتبعها في شغل الميكروبيولوجي او في المعامل الخاصة بالميكروبيولوجي، زي الـ International Commission of Microbiological Specifications for Foods اللي هي الـ ICMSF او الـ Association of Official Analytical Chemists AOAC. دي بعض الكوميشنز اللي احنا بنتبع الطرق الستاندرد بتاعتها او الاناليتيكال الخاصة بيها علشان نحقق شغل ضمان الجودة الخاص بالميكروبيولوجي. برضو الـ SOP بيهتم بالموديفيكيشن للستاندرد ميثودز، والموديفيكيشن للستاندرد ميثودز ده ما ينفعش ان انا اقوم بتطبيقه على طول او مباشرة، لا لازم اكون راجعة لريفرنس معين او ان انا لازم يكون معايا طريقة متبعة قياسية اقدر ان انا لما اجي اقول في تعديل فيها لازم يكون مجربة ولازم تكون متقارنة ولازم تكون النتيجة فعلا ريالابل، يعني حاجة واضحة فعلا وملموسة. نلاحظ برضو ان انا بهتم بالكيتس وازاي بحضرها وازاي ان انا بقدر ان انا اتعامل معاها او ازاي ان انا اخزنها واقدر اعمل لها هاندلنج، وبرضو الاس او بي بيديني الارشادات ازاي اتعامل مع الكيتس في الشغل الخاص بالاس او بي. طبعا الاس او بي برضو بيهتم بتصحيح وجهات النظر، ان انا ممكن يكون عندي خطأ شخصي فهو بيقدر ان هو يعالج الاخطاء الشخصية اللي ممكن تكون ناتجة من الاختبارات المختلفة. ممكن واحد يبقى عامل الاختبار مختلف عن التاني بيبقى فيه نسبة خطأ فهو بيقوم بمعالجتها علشان ما يبقاش داخل معايا العوامل الشخصية او عامل الخطأ البشري. طبعا الـ SOP بيهتم ان انا لازم يكون معايا مانيوالز دايما، لازم يكون معايا البريكوشنز اللي انا هشتغل بيها، ولازم يكون واصف كل الخطوات اللي انا هقوم بيها في الشغل من A to Z علشان ما يبقاش في اي نسبة خطأ، ولو حتى وجدت فبتبقى نسبة ضئيلة جدا لان انا الشغل لازم يكون ماشي تبع السكيم اللي انا هشتغل بيها. طبعا الـ SOP بيقدر ان هو يعالج الجزئية الخاصة ان انا ما ينفعش اشتغل بالكيت او اشتغل اي اختبارات بطريقة كده هبهزر كده يعني اي حاجة، لا لازم يكون معايا بروشورز، لازم يكون معايا مانيوالز اقدر ان انا امشي عليها واقدر ان انا احط
الطرق الستاندرد اللي انا هشتغل بيها. برضو لازم يكون معايا نتيجة الاختبار او الاكزامينيشنز المختلفة، لازم تكون نتائجها واضحة وتكون النتائج بتاعتها معروفة واقدر ان انا اتحصل عليها بسهولة، ما يبقاش فيها اي نسبة خطأ. طبعا لازم اكون شغال ازاي اقدر ان انا اخد النتيجة بتاعتي، والنتيجة بتاعتي لو انا عايزة اطلعها هطلعها في صورة شارت، ولا هطلعها في صورة جراف، ولا هطلعها في صورة فوتوغرافس، او بالظبط هتبقى عاملة ازاي. هو بيوريني في الانستراكشن بتاع الاختبار او التيست بتاعي ازاي ان انا اقدر اطلع النتيجة بتاعتي في الريزلت شيت النهائية، علشان تبقى سهلة وواضحة ومقروءة بالنسبة للي هيستلم الشيت او اللي هيتعامل مع الشيت بتاع الريبورت بتاعي. طبعا من اهم العوامل اللي بتأثر على تحقيق الـ SOP في اي منشأة او في اي ليب انا شغال فيه، خاصة مايكروبيولوجيكال ليبس، البرسونال اللي هم طاقم العمل او الموظفين اللي شغالين معايا او الناس اللي بيطبقوا الـ SOP دول بالفعل، لازم يكون عندهم، لازم طبعا يكونوا متعلمين تعليم جيد، لازم يكون عندهم خبرة، لازم يكون عندهم القابلية ان هم يتطوروا وان هم يفضلوا ياخدوا في دورات تدريبية وكورسات، لازم يكون عندهم القدرة على تحمل المسؤولية، ولازم يكونوا بياخدوا الشغل على محمل الجد. ما ينفعش ان انا اشغل ناس ما عندهاش القدرة على الالتزام، لان اي اختبار لازم علشان اعمله لازم يكون فيه التزام ودقة علشان تطلع النتيجة صح. طيب بهتم بالبرسونال تريننج، مهم جدا بالنسبه لي ان انا دايما اطور من الناس اللي شغالين معايا بان انا اديلهم تدريبات او اديلهم دورات تدريبيه. طيب ايه فايده التريننج اللي هما بياخدوه ده؟ ان انا بتاكد ان الناس اللي معايا اخدوا الخبره الكفايه في المجال اللي هما شغالين فيه، ان هما يبقى عندهم خبرة، ومش اي خبرة، كمان خبرة بهاي كواليتي. لازم اكون قبل ما بشغل برضو البرسونال لازم اكون واخد بالي ان انا بشغل ناس لازم تكون من الاول كفاءتها كويسة، يعني ناس يكونوا كويسين نوعا ما علشان خاطر ما يبقاش انا ببتدي معهم من الصفر. طبعا من وظائف البرسونال دول او من المهام اللي هما بيقوموا بيها ان هما بيعملوا المانجمنت لللاب، بيقدروا ان هما يتعاملوا بطريقة سيف، بطريقة يعني كويسة جدا بالكيتس المختلفة، يقدروا يتعاملوا بالكيميكالز المختلفة، يقدروا يتعاملوا مع المايكرو اورجانيزمز المختلفة. لازم يكون كمان انا علشان هما يدوني الكفاءة اللي عندهم انا لازم اكون موفر لهم مكان يكون مصمم كويس، يكون في sufficient supplies، في امكانيات بصوره دايمه متوفره. ما اجيش اقول لهم الشغل، يجي يقولوا لي الشغل ناقص كيتس، الشغل ناقص ادوات، الشغل ناقص كيماويات، وتعطل الشغل. لا، لازم اول باول يكون عندي حصر للنواقص اللي موجوده عندي في اللاب، بحيث ان انا ما اخليش عندي في مشاكل او الشغل يقف على حاجه مش متوفره. فاسيليتيز، التجهيزات، التجهيزات الخاصة بمعامل الميكروبيولوجي. من اهم المميزات في الفاسيليتيز ان لازم تكون المعامل عندي adequately equipped. يعني ايه؟ يعني مجهزة بالشكل الكافي او بالشكل ال sufficient ان الناس تقدر تشتغل في 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 work area تكون ان هي مرتاحة فيها. يعني لازم تكون عندي كل امكانيات المعمل متوفرة، درجة الحرارة تكون تمام في المعمل، لازم تكون ال bench space تكون ملائمة لشغل الناس، الستورج بتاع العين او الخاص بالعينات والكيماويات لازم يكون متوفر معايا، تلاجات، والتلاجات الريفريجريتورز الخاصة بالكيميكالز غير الخاصة بالمايكرو اورجانيزمز غير الخاصة ب لو هم في اكل او شرب او كده، وطبعا يبقى خارج المعمل اصلا لازم اكون موفرة لهم الامكانيات اللي هم هيشتغلوا بها. طبعا التهوية، لازم تكون التهوية جيدة جدا، لازم تكون عندي مصادر الكهرباء electricity outlets لازم تكون مصممة جيدا، بحيث ان ما يبقاش في مكان مثلا في اظلام جيم شديد ومكان تاني
يعني في إضاءة جيدة، لا لازم تكون الإضاءة متوزعة بالشكل الجيد، لازم يكون متوفر معايا الديستل ووتر علشان خاطر دي من أهم الحاجات اللي لازم أكون بستخدمها وأنا بحضر شغل الميكروبيولوجي. طبعا لازم يكون عندي القابلية على اختبار التوكسيسيتي الخاص بالعينات، الخاص بالمية، اي حاجة انا هشتغل بيها لازم يكون في افيلبل ان انا اقدر التوكسيسيتي بتاعتها عشان ما يبقاش في معايا هازارز كتيرة ودي تبقى مشكلة معايا وانا شغال في المعمل. الهاوس كيبينج او الكليننج، نقدر نقول ان انا عندي التنظيف المستمر الجيد للمعمل حاجة مهمة جدا، يعني الروتين كليننج ده مهم جدا جدا جدا، يكون المعمل نظيف، تكون العينات النتائج بتاعتها طالعة صح، لان انا عندي المعمل لو مش نظيف النتائج هيبقى فيها عندي ايرور وهيبقى فيها عندي كونتامينيشن اصلا ممكن يعملي مشكلة في الشغل بتاعي، فعشان كده لازم اتأكد ان المعمل اللي عندي يكون جيد ويكون متوفر فيه النظافة بشكل دوري ومستمر. برضو لازم اخد بالي ان انا لما باجي اعمل الستورج للكيميكالز او الماتيريالز اللي انا شغال بيها في المعمل لازم تكون ليها شيلفز مخصصة ليها، لازم يكون متوفر عليها كل البيانات اللي انا هشتغل بيها، واذا كان هازارد ولو هي هازارد الدرجة بتاعتها كام، السيفتي بتاعتها ايه، هل بتحتاج ان انا ابقى مثلا اعمل هاندلينج وانا لابس ماسك ولابس جلوفز، ولا ممكن وممكن احيانا بنلبس جلوفز كمان، ولا مش لازم ولازم البس مثلا جلوفز بس، فعلى حسب الدرجة بتاعت السيفتي بتاعتها. عندي برضو الأدوات أو الكيماويات الكيميكالز اللي هي بتبقى في صورة جافة، لازم إن أنا أشيلها في مكان بعيد عن الإضاءة بعيد عن الرطوبة، لازم إن أنا أحفظها بطريقة معينة علشان خاطر ما تتلوثش أو ما يحصلهاش أي مشكلة معايا. برضو لازم ان انا احافظ على المكان اللي انا شغال بيه ونظافة المكان، لو انا بشتغل على البالانس لو بشتغل باي ادوات لازم انظفها بعد ما اشتغل على طول اول باول، ما خليش اي حاجة تتراكم في الاجهزة علشان ما يحصل لهاش اي مشكلة وبعد كده اضطر ان انا اعمل لها كاليبريشن، ولما اجي اعمل لها كاليبريشن تبقى واخدة معايا وقت او ممكن ما تعملش كاليبريشن بصورة كويسة، لا. فالنظافة الدورية مهمة جدا عندي في الميكروبيولوجي لاب الخاص اللي انا هشتغل بيه. كواليتي اشورنس، كواليتي اشورنس او الكيو اي اللي هي ضمان الجودة، ضمان الجودة ده مصطلح عام جدا او يعني مصطلح بيقدر ان هو يغطي كل العمليات اللي هي خاصة بعملية الجودة لأي منتج، يعني أي منتج أو أي حاجة أنا عايز أعمل لها وأطلعها بصورة جيدة بقول عليها Quality Assurance، ضمان الجودة. طيب هو Quality Assurance أو الكيو اي ده ليه طرق معينة وليه خطة معينة بيبقى ماشي بيها، مش بمشيها كده بأي وضع وخلاص، لأ لازم يكون عندي طريقة ممنهجة بقدر ان انا اتعامل بيها عشان احقق او اعمل ابليكيشن للكواليتي اشورنس. طيب انا عندي الكواليتي اشورنس ليها تو امبورتنت ديفينيشنز لازم نكون عارفينها، ايه هما؟ الانترنال كواليتي كنترول الاي كيو سي والاكسترنال كواليتي اسسمنت الاي كيو اي. طيب الاي كيو سي الانترنال كواليتي كنترول دي بتتكلم على ال يعني بيتم الداخل اللي هي الانترنال كواليتي كنترول دي اللي هي تطبيق الجودة الداخلية، تمام؟ دي بتتم عن طريق التيم او الستاف اللي شغال عندي في المعمل، فبنعملها احنا بنقيمها او ان احنا بنتم تطبيقها عن طريق الستاف اللي موجود عندي. طيب بتتم ازاي؟ بكل فترة معينة بيجي اقول يا جماعة انا هعمل ريبورت
بقدر بقيس في مدى جودة المكان، مدى جودة اللاب بتاعي، مدى يعني توفير، مدى صلاحيته للشغل، مدى توفير النظافة، مدى توفير العناصر المختلفة اللي احنا اتكلمنا عليها زي درجة الحرارة والإضاءة. بقيم المكان، أنا بقيم نفسي، يعني أنا زي ما أكون كده بعمل تقييم ليا، ومن خلاله أقدر أشوف إيه العيوب أو النواقص اللي موجودة عندي، بحيث إن أنا أقدر أتداركها أول بأول. طيب النوع التاني اللي هو الـ External Quality Assessment، ده بيبقى عبارة عن سيستم بيجي يقيم المعمل عندي، بس بيبقى من جهة خارجية أو جهة غير الجهة بتاعتي، بتيجي تقيمني بحيث إن هي تقدر تقول إن أنا أكمل ولا ما أكملش، تيجي تقول إيه المشاكل اللي عندي وبنسبة كام في المية، وإيه وجهة النظر إن أنا أقدر إن أنا أحسنها. فأنا مهم بالنسبة لي الـ IQC والـ EQA هما مش منفصلين عن بعض خالص، لأ هما الاتنين مؤكدين أو هما الاتنين مكملين لبعض. يعني لازم الـ IQC أعملها كويس جدا علشان الـ EQA لما تيجي أبقى ضامن إن أنا عندي أقل نسبة أخطاء، ضامن إن أنا عندي مفيش مشاكل، ضامن إن أنا عندي لو حتى في مشاكل تبقى مشاكل بسيطة جدا وأقدر إن أنا أتداركها وأحلها. فالاتنين مهمين جدا، والاتنين بالنسبة لي يعني حاجة لازم اتبعها كويس جدا 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 لو انا عايزة اطبق فعلا الـ Quality Assurance كما ينبغي. ومن هنا لازم يعني من خلال التعريفين اللي احنا عرفناهم الـ Internal والـ External QA، لازم نعرف الـ QA Programs ايه الـ Objective بتاعها، او بتهدف لإيه، او ايه الهدف من دراستها. اول حاجة to generate reliable reproducible results، ان انا اتحصل على نتائج واقعية من الشغل بتاعي وتكون مثمرة وتكون ليها هدف فعلا واضح. تاني حاجة ان انا اقدر اعمل التجارب بطريقة محكمة وتبقى بطريقة ستاندرد وما فيهاش اي ايرورز خالص، طبعا علشان احقق الاعتماد لاي معمل بالنسبة لي، وتبقى على نطاق واسع، ويبقى المعمل ده متعارف بيه ويبقى ليه سمعة كويسة. الهدف الرابع ان انا احقق الامبروفمنت للستاف اللي شغال في المكان، يبقوا فعلا عندهم الدراية الكاملة بكل المعلومات، يبقى عندهم كل الابديتس. طبعا ان انا احافظ الحقوق بتاعتي بتاعت المكان، و يعني امنع اي مشاكل قانونية ممكن تحصل عندي بالنسبة لي. لا ان انا من الـ QA من خلال تحقيقه، لا انا ببقى في السيف سايد، ما بيبقاش في عندي مشاكل قانونية من او ما بيبقاش عندي نتائج غير واضحة، او ما بيبقاش عندي نتائج refused او بتبقى ضعيفة. فعشان كده لما بطبق الـ QA صح، انا بمشي في المكان اللي انا فيه صح، وبتطلع نتائجي صح، والمكان بتبقى سمعته بعد كده كويسة جدا، وبيبقى مضمون وموثوق فيه، والناس تبقى عارفة ان المكان اللي بتتعامل فيه مش بيطلع اي نتائج وخلاص، لأ ده هو بيطبق نظام الـ QA كما ينبغي، وماشيين طبع خطة معلنة ومعينة وطريقة ستاندرد كمان الناس كلها تبقى معترفة بيها. طيب ايه هي العوامل اللي بتأثر على الـ QA او الـ Quality Assurance؟ عندي بعض الحاجات اللي انا لو طبقتها صح هيبقى عندي الـ QA مفهوش مشكلة خالص. اول حاجة الـ Specimen او طريقة العينات او طريقة اخذ العينات او الـ Sampling. طيب ده يعني حاجة مهمة جدا جدا جدا، ازاي اخد العينة وازاي اخد العينة الصح، او ان انا اقدر اجمعها صح واجمعها بالطريقة الصح وبالكمية الصح برضو، وان انا انقلها برضو بالطريقة المناسبة والملائمة ليها، وان انا اقدر ان انا احفظها بالطريقة الصح. فكل ما هيبقى معايا كل الحاجات الصح دي اتطبقت تمام،
فهيبقى بالنسبة لي تطبيق أخذ العينة بقى تمام، مفهوش مشكلة. لا حد هيشك في العينة، ولا حد هيقول إن العينة دي ما اتاخدتش صح، ولا اتاخدت من المكان مش كويس، أو مش هي دي المكان اللي أنا عايز أخد منه، مش هي دي العينة اتحفظت بالطريقة الغلط، العينة دي باظت وهي بتتنقل. لا، كل ما هطبق البروسيجر صح، كل ما يبقى معايا الأخذ العينة أو السبيسمن بتاعي تمام، مفهوش مشكلة خالص. تاني حاجة البرسونال أو الناس اللي شغالين معايا، الستاف اللي شغال معايا. طبعا قلنا إن أنا كل ما كان الستاف معايا تكنيكال صح، وكل ما كان النولج بتاعته كويسة جدا، كل ما هيبقى معايا حاجة كويسة جدا جدا، إن هما بيقدروا يهندلوا أو يتعاملوا مع كل الاختبارات اللي بيشتغلوا فيها في المعمل، بيقدروا يتعاملوا مع كل الكيميكالز، كل المايكرو اورجانيزمز المختلفة، يقدروا ان هم يتعاملوا مع كل المشاكل اللي بتحصل في المعمل، كل ما كان بالنسبة لي طبعا ده احسن. التالت عامل الانفيرومنتال فاكتورز او العوامل البيئه اللي الناس او الستاف او البرسونال شغالين فيها. كل ما كانت كويسه طبعا، كل ما ده كان جو امن ومشجع للعمل، زي وزي ما احنا قلنا ان التهويه تكون كويسه، الاضاءه اللايتنينج يكون كويس، الشيلفز عندي تكون كافيه، اللوكرز يكونوا موجودين فيهم امان، يبقى في عندي نظام تهويه جيد، يكون البنش نفسه سيف، طريقه تحرك الناس جوه المعمل يكون المعمل مصمم بطريقه تخلي الحركه بتاعت الناس تكون كويسه. عندي حاجة كمان، رابع حاجة بتأثر عندي، رابع جزئية بتأثر عندي في الـ QA، الـ Analytical Factors، اللي هي الوسائل اللي أنا بستخدمها لتحليل النتائج أو إن أنا أعمل الاختبارات بتاعتي، اللي هي زي الـ Reagents والـ Chemicals والـ Glass Wool والـ Stains والـ Culture Media والـ Distilled Water. كل الحاجات دي اللي أنا شغال بيها، اللي بشتغلها، اللي أنا بستخدمها في الـ Standard Procedure، لازم تكون كويسة جدا، لازم تكون sufficient، لازم تكون ما تكونش expired، لازم تكون بتعمل لها calibration أول بأول، إن أنا أضمن إن هي شغالة تمام ما فيهاش مشكلة. أعمل check دايما على الجلاس وورز، خاصة علشان ما يبقاش فيها مشكلة، ما يبقاش فيها حاجة مكسورة، ما يبقاش فيها توالف. لازم كمان ابقى عارف الادوات البلاستيكس اللي انا بشتغل بيها، لازم اعرف اهندلها صح، لازم ان انا اتخلص منها اول باول ازاي، وبيبقى ليها اماكن معينة ان انا اتخلص منها. طيب، بالنسبة لي الاربع حاجات دول لو ما توفروش صح، هيبقى عندي فيه مشكلة كبيرة جدا، وهيبقى في عندي poor results، وهتبقى النتائج عندي سيئة، وطبعا مش متوقع ان انا اخد نتائج standard ولا نتائج كويسة خالص، كلها هتبقى معظمها false negative results. علشان كده لازم اتجنب avoid any mistakes للعوامل او الفاكتورز اللي بتأثر عندي في الـ QA. لو واحدة فيهم غلط والباقي صح، الواحدة الغلط دي هتأثر في كل الـ steps اللي انا شغال بيها، وبالتالي هيديني زي ما احنا قلنا نتائج كلها او معظمها غلط. طبعا في النهاية انا لما بعد ما باخد النتائج بتاعتي دي لازم اكون عامل لها صياغة معينة. الصياغة النهائية دي بتبقى في صورة report. الريبورت ده لازم اكون ضامن ان هو خالي من الاخطاء، الترانسكريبشن ايرورز، ما يبقاش فيه اخطاء املائيه، ما يبقاش فيه الشارتس او الجرافس او الفوتوز اللي بتبقى محطوطه فيه تبقى باهته، تبقى مش واضحه، تبقى في حاجه في النتائج غامضه مش مفهومه، في حاجه مش تمام، مش واضحه او مكتوبه غلط. ده ما ينفعش، لازم الريبورت بتاعي اللي يكون طالع من الريزلتس لازم يكون تمام، ولازم يكون واضح، ولازم يكون في
كل التفاصيل اللي تمت، صاحب العينة كان امتى واسم الشركة ايه والتاريخ والساعة والعينة اتاخدت منين ومن انهي جزء. مش لو انا بعمل مثلا عينات من السويل، من انهي جزء من السويل بالظبط، لو انا شغالة على الميت مثلا بيبقى من انهي جزء، انا لازم ابقى محدد. فلازم ابقى كاتب التفاصيل عشان ما اديش اي مجال لاي حد ان هو يشك في النتائج، او ان هو يبقى في حاجة بالنسبة له مبهمة أو مش مفهومة. طيب هنتنقل لجزئية جديدة اللي هي requirements of internal quality control. ايه هي المتطلبات علشان احقق ال IQC؟ هناخدها كده بالتفصيل. لازم ال comprehensive cover all steps from collection of sample to reporting. لازم اكون مغطية كل الجوانب بتاعتي من اول خطوة لاخر خطوة اللي هي الريبورتينج. طيب لازم تكون ايكونوميكال اقتصادية. يعني ايه؟ لازم تكون فعلا الطرق اللي انا متبعاها ما تبقاش تكلفتها عالية جدا وما تبقاش مكلفة قوي. لا، لازم تكون كوست افكتيف وما يبقاش في بادجت كبيرة او ما تبقاش مكلفة قوي زي ما احنا قلنا. ال SOPMS اللي هي System Operating Manuals لازم تكون متراجعة دايما، لازم تكون محدثة ما تكونش قديمة، لازم تكون متوفرة بالشكل الكافي لكل الناس اللي شغالين في المعمل. يعني ما اجيش اسلمها لحد وحد تاني، لا، هو بيبقى فيه مانيوال انا ببقى مجمع فيه كل الاختبارات بتاعتي ويبقى افيلابل لكل الستاف اللي شغال معايا. طبعا عشان احقق الاي كيو سي لازم اعمل مينتنس للايكويبمنتس اللي موجودة عندي في المعمل. لازم يبقى فيه صيانة دورية لكل الأدوات اللي أنا شغال بيها. يعني ما جيش أسيب الأدوات كده تشتغل وخلاص ولما تبوظ أبقى أوصلها أو أجي أهتم بيها، لأ، لازم يبقى فيه صيانة دورية وما أوصلش الأجهزة لمرحلة إن هي تبوظ وتقف وبعد كده أدور إن هي تتصلح أو ما تتصلحش، لأ. يبقى أنا عندي لازم يكون عندي regular plan للmaintenance of equipment. لازم تكون في خطة دورية ان انا اقدر ان انا اعمل مينتيننس للاجهزة دي. طب ايه هي الاجهزة اللي انا بستخدمها في الميكروبيولوجي لاب؟ طبعا اهم حاجة واول حاجة ما اقدرش استغنى عنها اللي هي الاوتوكليف. الاوتوكليف ده بالنسبة لي هو الجهاز اللي انا بقدر اعقم فيه، بعمل استراليزيشن، بعمل فيه استراليزيشن بالويت استراليزيشن بالطريقة الرطبة، عن طريق الـ water evaporation. انتوا عارفين ان انا بستخدم الاوتوكليف وبعمل تعقيم على 121 سليزيوس ديجريز و 420 minutes، وبعد كده بشتغل بالبخار زي ما انتوا عارفين زي ما احنا قلنا. طيب يبقى انا لما باجي اعمل maintenance الاوتوكليف لازم يبقى فيه clean water دايما، لازم اعمل change الووتر مانثلي كل شهر او ممكن كل اسبوعين كمان، او غير المياه اللي موجودة عندي في الجهاز لان بيبقى فيها المياه دي ممكن تحتوي على ممكن في بيئة ميديوم وانا شغالة بعقمة فارت، في حاجة اتدلقت، في حاجة وقعت، في بواقي، اي حاجة حصلت واي حد شغال، فلازم انظف المياه اول باول. طبعا لازم اعمل adjust للووتر ليفل بيفور ايتش ران، لازم اشوف كده المياه في مستواها ولا لا، لان المياه لو مش في مستواها الهيتر بتاع الاوتوكليف هيتحرق الجهاز بص. طيب لازم اعمل ريكورد للتايم واعمل ريكورد للتمبريتشر والبريشر لكل ران بتتم عندي علشان اعرف اذا كان الجهاز ماشي تمام ما يبقاش فيه اي ديفو. طيب لازم اكون اللاد بتاعت الاوتوكليف بيبقى فيها رابر كده بتبقى مطاط، لازم اكون متأكد ان هي كويسة وسليمة مش مقطوعة، لازم تكون بتقفل كويس جدا. لازم اعمل صيانة دورية ليه او اجيب
حد يعمل تشيك على الجهاز على الأقل كل 6 شهور، يعني مرتين في السنة لازم أعمل صيانة للأوتوكليف. تاني أهم جهاز عندي في معمل الميكروبيولوجي الإنكيوبيتر. الإنكيوبيتر اللي هو جهاز الحضان أو المحضن. طبعا الانكيوبيتر ده اللي انا بشتغل فيه كل شغل، معظم شغل الميكروبيولوجي ان انا بحضن الميكروب جواه، في بوفر له الانفايرمنت المناسبه ليه علشان ينمو، مين تمبريتشر وهيوميديتي ومثلا ايه تاني الانكيوبيشن تايم، فبقدر ان انا اوفر فيه كذا عامل بيأثر على الميكروب. طيب لازم الانكيوبيتر ده من شروطه ان هو يبقى كلين، لازم يبقى نظيف، ما بقاش في حاجة واقعة، ما بقاش في حاجة مش نظيفة، فبيبقى clean once in a month، بنعقمه أو بننظفه مرة واحدة في الشهر، بنجيب كحول وبنجيب تيشوز تبقى نظيفة ونقدر ان احنا ننظف الانكيوبيتر من الداخل. طيب لازم نسجل درجة الحرارة لكل يوم بنشتغل فيه عشان ممكن يحصل دروب او يحصل اي حاجة في الثيرموستات اللي موجودة فيحصل مشكلة عندي التمبريتشر، لو نزلت درجة الحرارة ما بتبقاش سيوتابل مثلا للميكروبات لان انا ببقى مظبطة درجة الحرارة على درجة حرارة معينة، لو نزلت خلاص الميكروبات مش هتنمو كويس. برضو بعمل تكنيكال مينتننس كل 6 شهور، يعني برضو مرتين في السنة، فلازم اخلي بالي. طيب الهوت اير اوفن، الهوت اير اوفن او الفرن الكهربائي ده مهم جدا برضو بالنسبة لي علشان اعمل فيه دراي استراليزيشن، بعمل فيه تعقيم جاف، يعني بقدر ان انا اعقم فيه الحاجات او الادوات او الايكويبمنت اللي انا ما بقدرش ان انا اعقمها في الاوتوكليف لان هي الايفابوريشن او الهيوميديتي او الويت استراليزيشن بيعمل لها مشكله او بيعمل لها تغيير في اي حاجه. طب الهيت اير اوفن طبعا لازم ان انا انضفه كل شهر من الداخل، برضو بعمل ريكورد للتايم والتمبريتشر فور افري ران، بعمل له صيانه كل 6 شهور. من ال important من ال important equipments in microbiology lab الميكروسكوب. طبعا لازم يبقى عندي ميكروسكوب، والميكروسكوب لازم يكون كفاءته عالية جدا علشان اقدر اعمل examination للميكروبيال slides. طيب بنظف الميكروسكوب ازاي او بعمل له maintenance ازاي؟ اول حاجة ان انا بجيب اللينسز اللي موجودة فيه وبقدر ان انا انضفها عن طريق ان انا بستخدم اللينس بيبر، بتبقى ورق رقيق جدا بقدر ان انا انضف بيه اي بواقي زيت اي بواقي صبغة موجودة بقدر ان انا انضفها من عليه، وده بيتم يوميا. بنشيل الميكروسكوب وبنحفظه من التراب من الرطوبة من انه يقع عليه اي حاجة من المية من الميديم اي حاجة ممكن تيجي جنبه، فانا بحفظه في مكان الحاجات دي ما تقدرش ان هي توصل ليه. ايه تاني؟ ان احنا بنشيله في مكان زي ما احنا قلنا الكونتينر بتاعه بيبقى فيه دراي بلو سيليكا جل علشان خاطر يعمل ابسورب الموستشر، ما يبقاش فيه اي رطوبه تاثر على الميكروسكوب. لازم نعمل تشيك الالاينمنت كل شهر. طبعا بجيب لي او بعمل لي صيانه دوريه مره كل سنه، فلازم احافظ على الميكروسكوب اللي انا شغال بيه ونراعي واحنا شغالين برضو في المعمل ان احنا يبقى عندي الميكروسكوب نظيف، ما سيبش عليه اي بواقي شغل بالنسبة لي سواء كانت ستين سواء كان اويل، لازم انظف الحاجات دي اول باول عشان الميكروسكوب معايا ما يحصلوش اي مشكلة. الحاجة اللي احنا بنشتغل بيها برضو في معمل الميكروبيولوجي البالانس الميزان. طبعا الموازين اللي انا بشتغل بيها دي بتبقى موازين حساسة جدا جدا جدا، وبتبقى لازم احافظ عليها كلين ولازم تبقى دراي، يعني ما جيش اوزن عليها حاجة تجمع رطوبة او ان هي تعمل مشكلة او تعمل لي تآكل في الاجزاء بتاعت الميزان بتاعي. فلازم كمان اخد بالي ان انا الميزان لازم يكون بالانسد كل مره، فعن طريق ان انا بعمل له كاليبريشن بوزنه بحطه في مكان يكون
السطح بتاعه يكون مستوي، يكون ما فيهوش اي مشكله خالص. طبعا ان انا قبل ما بوزن اي حاجه بجيب حاجه اسمها weighing paper. دي الweighing paper دي انا بحط بوزن عليها الوزنه بتاعتي اللي انا عايز من اخد منها الحاجه، ما احطهاش على طول directly on the pan. ما اقدرش ان انا عشان ما يحصلهاش incursion، علشان ما يحصلهاش تاكل. برضو بحافظ عليه، اقفله دايما. يعني لو خدتوا بالكم ان هو من الجوانب كلها بيتقفل، فاحافظ عليه ان هو ما يبقاش فيه اير متعرض ليه على طول، علشان الاير ده بيعمل له امبالانس وبيعمل مشكلة في الوينج بتاعي. ريفريجريتور او ثلاجة الحفظ من المهم جدا وانا بعمل ديزاين لللاب بتاعي، ان انا يبقى فيه المكان اللي احط فيه الثلاجات الخاصه بحفظ العينات والكيميكالز، ان انا يكون ما بين الحيطه وما بين الثلاجه 10 سنتي، يعني 10 انش على الاقل، علشان خاطر يحصل تهوية كويسة جدا وما يحصلش اي مشكلة في دورة التبريد الخاصة بالتلاجة. لازم طبعا تكون نظيفة دايما، لازم تكون ما فيهاش تلج، ما تكونش تلج، عشان التلج ده بيعمل لي مشكلة في العينات. بنضفها على الاقل مرتين في الشهر، يعني كل اسبوعين مرة. طبعا بقيس درجة الحرارة بشكل دوري علشان ما يبقاش في اي مشكلة او يحصل ان في عندي سيرموستات باظت او حصل حاجة. طبعا بعمل لها صيانة دورية كل سنة، يعني كل سنة بجيب حد يعمل لها صيانة، وطبعا بنضفها أول بأول. الووتر باث، الووتر باث الحمام المية، طبعا ده انا بستخدمه علشان اعمل هيتنج للميديم، السوليديفايد ميديم بعمل لها هيتنج عشان يحصل لها ليكويفيكيشن. بستخدمها برضو علشان اعمل ايه تاني، ممكن ان انا اعمل رج او شيكينج للعينات بتاعتي. لو انا مش هستخدم درجة حرارة يعني، ممكن استخدمه از شيكينج. لازم الووتر باث ده ان انا اعمل تشيك للووتر ليفل على طول، ما يبقاش فيه نقص فيه خالص، لان لو المايه نقصت فيه هيحصل ان الهيتر بتاعي هيبوظ. لازم ابص على درجة الحرارة قبل وبعد ان انا استخدمه. طبعا كلين مانثلي، لازم كل شهر بنضفه، وبعمله صيانة دورية كل 6 شهور، يعني مرتين في السنة، لان هو بيبقى جهاز حساس شوية، فلازم اكون مهتم بيه وبنضافته، ما يبقاش فيه حاجات يعني من شغلي او حاجة متبقية في المية او كده. لا، لو في اي حاجة حصلت والمية حصل لها مشكلة، طبعا لازم اغير المية بتاعتي واضيف مية جديدة علشان الشغل ما حصلوش اي مشكلة. من الحاجات المهمة جدا في معمل الميكروبيولوجي اللامينار فلو او الكلين بنش. لازم يكون مهم جدا 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 ان انا انظفه بصورة يومية. لازم اعمل تشيك للاير فلو، لمضخة الهواء او لسحب الهواء، علشان هو الفكرة بتاعت الكلين بنش ان هو قايم على ان هو بيعمل سحب للهواء جوه المكان، وبيبقى وسط معزول عن الوسط الخارجي، ان انا اقدر اعمل فيه كل شغل الميكروبيولوجي او الهاندلينج بتاع شغل الميكروبيولوجي جواه. لازم يحصل ساكشن او لازم يحصل شفط للهواء، ويخرج الهواء الملوث ويضخ هواء نظيف. فلازم اعمل تشيك للاير فلو. لازم طبعا انظف البنش من جوه بالانتيسيبتيك سوليوشن بعد ما استخدمه، سواء كان بالايثانول او بستخدم الديتول او الفينول، او ان انا بستخدم البليتش بس بيبقى بتركيز مخفف جدا جدا جدا، عشان ما اعملش تاكل للاجزاء اللي جوه الخاصه باللامينار فلو. جهاز السنترفيوج، السنترفيوج ده انا بستخدمه عشان اعمل سنترفيوجيشن للعينات الخاصه بيا. بعمل طرد مركزي للعينات وبفصل الاجزاء الصلبه عن الليكويد، وبيبقى في عندي سيدمنت وبيبقى في عندي سوبرنيتنت على حسب انا شغال ايه او بعمل ايه. فهو كل الفكره بتاعته ان هو بيفصل مكونات عن بعضها. طيب لازم احافظ على السنترفيوج بتاعي. كل مرة بيجي اشتغل لازم اعمل ويينج
السكرول اللي انا شغال بيها او بالتيوبس لازم يكون في بالانس التيوبس قدام بعض، كل تيوب تبقى قصاد تيوب لازم يبقوا الاتنين قد بعض في الوزن، ويفضل ان كل التيوبس كلها تبقى وزنة واحدة. يعني بعمل وينج الاول قبل ما بشتغل، وبعد كده ببتدي ان انا اعمل وينج تاني بعد ما بضيف العينات بتاعتي، بحيث ان يبقى فيه بالانس عندي. طيب لازم يكون عندي فيه تنظيف للسنترفيوج كل اسبوع من الداخل بالانتيسيبتيك سوليوشن. لازم اعمل زي ما احنا قلنا بالانس قبل وبعد السنترفيوجيشن. يعني لازم اعمل صيانة دورية لكل 6 شهور، يعني مرتين في السنة، ولازم احافظ عليه ما يبقاش في عينات تعمل لي مشكلة، ما فيش انبوبة تتكسر جوه السنترفيوج. لا، اخلي بالي من الحاجات دي كويس جدا، عشان ده بيأثر في الروتيشن او البالانس بتاع السنترفيوج. الجلاسفور او الادوات الزجاجية لازم اتخلص اول باول من الجلاسفورز اللي حصل لها مشكلة، اتكسرت، اتشرخت، حصل لها اي حاجة، لازم ارميها، وما ينفعش ان انا استخدمها تاني، لان دي هتبقى فيه مشكلة بالنسبة لي وانا شغال. لازم تكون مغسولة كويس جدا جدا جدا، ما بقاش فيها بواقي اي ديترجنتس عندي موجودة، لان اي ديترجنت موجودة مع الادوات بتاعتي هتأثر في التست اللي انا شغال بيه. ولازم تكون متعقمة كويس جدا قبل ما استخدمها. ومعظم الجلاسورز لما باجي اعقمها بعقمها في الهوت اير اوفن، بعقمها كويس جدا علشان اضمن كمان ان هي ما يكونش فيها اي رطوبة، ما يكونش فيها اي مية، واشتغل بيها على طول ما فيهاش اي مشكلة خالص. طبعا زي ما احنا قلنا بتخلص باول باول من الادوات اللي فيها كسر، فيها شرخ، فيها اي مشكلة، بتخلص منها تماما. طبعا بالنسبة لانا شغال شغل مايكروبيولوجي، ف اهم حاجه في شغل الميكروبيولوجي بقى طبعا بالنسبه لي اللي هي الكالتشر ميديا، اللي هي بيئات تنميه الميكروبات. طب الكالتشر ميديا دي يا اما انا بحضرها من individual ingredients، انا اللي بحضرها بايدي، بجيب 10 جرام مثلا من الجلوكوز مع 5 جرام من البيف اكستراكت، مع انا اللي بحط مكوناتها، او بتبقى جاهزه، بتبقى باودر كده وبتبقى في اكياس، وببتدي ان انا يعني ادوبها في مية او ادوبها في السولفنت اللي هو هيقولي عليها، وببتدي ان انا اشتغل بيها على طول جاهزة. طيب ايه اهمية ان انا اطبق الكيو سي في الشغل الميديا اللي انا بحضره؟ الكيو سي بالنسبه للميديا او الكواليتي كنترول بالنسبه للميديا اللي انا احضرها، اول حاجه dont overstock the media. طيب يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش احضر الميديا واسيبها لمده سنه سنتين تلاته، لا 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 خالص، يعني اقل، يعني اكتر مدة اقدر ان انا اشتغل بيها من 6 شهور مثلا لسنة، ده لو كمان يعني متحضرة كويس جدا جدا، وابقى مراعي ان انا شايلها في مكان المكان ده مش هيتعرض ان الميديا، ان الميديا من اللي انا شغالة بيها ان هي يحصل لها dehydration. لو حصل dehydration وفقدت المية، خلاص البيئة بالنسبة لي بتبقى يعني ما ينفعش اشتغل بيها، فلازم ان انا اضمن ان انا اعمل لها جود ستورينج في مكان كويس، ويكون يقدر ان هو يوفر لي الحفاظ على الميديا بتاعتي. حاجة كمان، لما باجي اعمل ستور للميديا بشيلها في مكان بعيد على بعيد عن الرطوبة، ما يبقاش في رطوبة علشان خاطر ما تسمحش ان هو يحصل contamination جواها. حاجة كمان ان انا لازم اكون متأكد ان هي الكابس locked tightly، لازم تكون مقفولة كويس جدا جدا جدا، الغطاء او اللوكر بتاع الكونتينر بتاع اللي فيه الميديا. طيب لازم اكون عامل لها ستور ان دارك كول، لازم يكون مكان يكون في ظلام ويكون بارد طبعا علشان ما يحصلش ديهايدريشن للميديا.
طبعا لازم يبقى في عندي مكان معين بيبقى كونتينر بنشيل فيه الميديا من اللي احنا بنحضرها وما يبقاش فيها اي مشكلة خالص. حاجة كمان ان انا بعمل تشيك اول باول على الميديا بتاعتي او الستوك بتاع الميديا بتاعتي، وطبعا لو في اي حاجة حصل فيها كونتامينيشن، حصل فيها اي مشكلة، طبعا لازم اعمل لها ديستشارج او ان انا اشيلها خالص تماما. ولازم ان انا لو انا عندي الليكويد ميديا لازم ان انا اعمل تشيك للبي اتش واعمل تيستينج للبي اتش بتاعي اول باول برضو علشان ما يبقاش في اي مشكله حصلت بالنسبه لي. فانا بحاول على قد ما اقدر برضو ان لما اجي اشتغل بعمل على قد ما اقدر فريش ميديا، يعني بحاول اخلي الموضوع بالنسبه لي ما بشيلش يعني ميديا قوي، بس يعني بشيلها في حين ان انا لو انا هعمل كميات منها او ان انا هحتاجها على طول بصوره دوريه كل يوم بشتغل بنفس الميديا كل يومين كل فممكن احضر منها ستوك واشتغل بيه. لكن لو انا مش محتاج ده يفضل ان انا تبقى الميديم بالنسبه لي فريش وتكون متحضره كويس جدا. طبعا الميديا اللي انا الميديا اللي انا بحضرها بيبقى فيه عندي طبعا زي ما انتم عارفين بيبقى فيه سبيسيفيك ميديم بحضرها. السبيسيفيك ميديم دي بتبقى خاصه بميكروبات معينه اللي بقدر اعمل ديتكشن عليها، وبيبقى فيه عندي كنترول مايكرو اورجانيزم هو اللي بقدر لما بنمي عليها بتقدر ان هي تديني الايديال ريزلت، وهنشوف مع بعض امثله للكلام ده. وده جدول بيوضح أهم ال differential media المستخدمة وإزاي بتقدر إن هي تدي مظاهر مختلفة للميكروبات. يعني ممكن يبقوا نفس الميكروبين نامين على البيئة بس واحد فيهم بيدي مظهر مختلف عن التاني، زي البلاد ايجر بعمل انكيوبيشن عليها لمدة 24 ساعة او 24 hours، والكنترول اورجانيزم عندي ستريبتوكوكس اوريوس وستريبتوكوكس نيمونيا. عندي مع ستافيلوكوكس اوريوس بيدي جروس اند بيتا هيموليسيس، في حين ان الستريبتوكوكس تيبوريا بيديني جروس اند الفا هيموليسيس. مع الشوكليت ايجر انكيوبيشن لمده 24 hours، ومع البروتياز ميرابيليس بيديني جروس بيبقى شكله ريد كولونيز. ماكونكي ايجر ويز كريستال فايولت لمده 24 hours، مع الايكولاي بيديني كلرليس كولونيز. المسايل ريد والفوجاس بريسكاور الانكيوبيشن 48 hours، مع الايكولاي في حالة المسايل ريد هيديني بوزيتيف، في حالة الفوجس بريسكاور برضو هيديني بوزيتيف. المولر هينتون بنحضن لمدة 24 hours مع الكليبسيل نيمونيا وبيبقى في مفيش نمو نيجاتيف. مع البيبتون موتور 24 hours incubation، والكنترول اورجانيزم مع الايكولاي بيديني بوزيتيف والكليبسيلا نيمونيا بيديني نيجاتيف. السايمونز سيتريت الانكيوبيشن 48 hours مع الايكولاي مفيش نمو او نوجرس. الثايوسلفيت سيتريت بايل سولتس تي سي بي اس ايجر بحضن لمدة 48 hours مع الكليبسيلا نيمونيا و 24 hours مع الفيبريو سبيشيز. مع الكليبسيلا نيمونيا بيديني جروس بلس بلو كولر، ومع الفيبريو نون اجلوتينابل يلو كولرز بيديني مستعمرات لونها اصفر.
تيبل 2 بيوضح بعض التيستس اللي انا بعملها للمايكرو اورجانيزمز اللي بتقدر تديني برضو ديتكشن المايكرو اورجانيزم ده هو ايه بالظبط. بقدر ان انا دي فيزيو كيميكال تيستس، بقدر ان انا من خلالها اعرف نوع الميكروب عندي. زي التيست الاولاني الكاتاليز بستخدمه عشان افرق ما بين الستافيلوكوكس اوريوس والستريبتوكوكس سبيشيز. مع الستافيلوكوكس اوريوس بيديني بابلينج رياكشن، بيديني بابلز كده، اما الستريبتوكوكس بيبقى نو بابلينج. الكواجوليز مع الستريبتوكوكس ستافيلوكوكس اوريوس بيديني كلوت فورميشن ان 4 اورز، بيديني جلوتينيشن اجلوتينيشن وبيبان جدا جدا على الشريحه بتاعتي. الاندول مع الايكولاي والانتيرو كوكس ايروجينس بيديني ريد رينج ات سيرفيس مع الايكولاي، ومع الانتيرو كوكس مع الانتيرو باكتر ايروجينس بيديني يلو رينج ات سيرفيس. مع المثال ريد، المثال ريد مع الايكولاي بيديني انستنت ريد كولر، مع الـ مع الانتيرو باكتر ايروجينس بيدي نو كولر تشينج. في الاوكسيديز مع مع سيدوموناس اريجينوزا بيديني بيربل كولر ان 20 سكندز، مع الايكولاي بيدي نو كولر ان 20 سكندز. في الفوجس بروسكاور مع الانتيروباكتر اريجينوز بيديني ريد كولر، مع الايكولاي بيدي نو كولر تشينج. البكتريسين ديسكس مع الستريبتوكوكس جروب A بيديني زون اوف انهبيشن، مع الانتيروكوكس فيكاليس بيديني مفيش نو زون اوف انهبيشن او نيجاتيف. الاوبتيكين ديسك مع الستريبتوكوكس نيمونيا بيديني زون اوف انهبيشن، مع الستريبتوكوكس فيريدنس بيدي نو زون اوف انهبيشن. الاوكسيديز ديسك مع سيدوموناس اريجينوزا بيديني بيربل كولر ان 30 سكندز، مع الايكولاي ما في نو تشينج ان كولر، ما فيش اي لون. طبعا لازم اكون وانا بعمل الاختبارات دي ضامن ان هي بتتعمل كل مره بنفس الكواليتي، بنفس الطريقه، وده بقدر ان انا اعمل تشيك عليه ازاي عن طريق ان سيرفيس تريننج اوف ستاف، ان انا لازم اعمل تدريب دوري شديد للعاملين معايا بالستاف بتاعي. اللابوراتوري تكنيشنز لازم يكونوا عندهم الاسينشال فور مينتيننج كواليتي، لازم يكونوا واخدين كورسات او واخدين دورات في الكيو سي، ولازم يكونوا عارفين ملمين بالاس او بيز جدا جدا. لازم طبعا احنا قلنا ان انا لازم يبقى عندي تشيك دوري على ال QAS ال EQAS وال IQC، والاتنين قلنا ان هم مكملين لبعض، ولازم اعملهم الاتنين بصورة دورية علشان خاطر يبقى في عندي اسم، ويبقى في عندي ثقة من الناس اللي شغالين عندي. طبعا لازم يعني تحضير الميديا مختلفة، وان انا ازاي اتعامل معاها، وازاي ابقى عارف الريزلتس بتاعتي المختلفة. لازم اكون ملم بالحاجات دي كويس جدا جدا طالما هشتغل في معمل مايكروبيولوجي، يبقى لازم يكون عندي المينيمم نوليدج في الجزئية بتاعت الميديا والمايكرو اورجانيزمز وايه التست بتاعتها وايه هي النتائج اللي بتطلع عندي. طبعا عشان اضمن ضمان تحقيق الكيو سي لازم يكون في عندي بطاقة كده اسمها Standard Operating Procedure Record، دي بسجل فيها التقييم بتاع الـ QC اللي أنا قمت بيه، بيبقى فيها اسم اللي قايم بيها والمراجع يعني Prepared by فلان وريفيود باي مين اللي هيراجع عليه، وبيبقى مكتوب الديت التاريخ، ولازم يكون موقع عليه، والتكنيكال ستاف مين التكنيكال ستاف اللي قاموا بالكيو سي دي يبقى موجود اسمهم برضو والديت، والكيو اي اوفيسر المسؤول على تنظيم كل الكيو اي في المكان، وبنكتب اسم اللابوراتوري دايركتور لازم يكون طبعا معروف هو مين، ولازم يكون مكتوب الديت، ويكون
موقع عليه، ولازم يكون الريكورد واخد كوبي نمبر علشان خاطر يبقى مرجع ليهم لما يجي يعملوا الاكسترنال كيو سي، ويبقى معانا حاجة دوكيومنتد موثقة بان بيحصل عندي periodically الكيو سي بتتم